الله الله الله، كم جميل انه الواحد يسمع السلام الكندي والنشيد الكندي باكثر من لغه ليثبت للعالم ان كندا هي بلد تلاقح الحضارات، بلد الجميع، البلد الذي احتضن الجميع ويحتضن الجميع ويحب الجميع. اهلا وسهلا فيكم في لقاء مباشر وبث مباشر بمناسبة يوم كندا، العيد الوطني لدولة كندا. أهلا وسهلا فيكم أستاذ محمد. عندنا ضيف اليوم، حبك تعرف عليه. أهلا وسهلا في الجميع، وهابي كندا داي، كل عام وأنتم بخير. ونرحب معكم بضيفنا العزيز السيد إليشن تيري، مستشار في بلدية أوتاوا. أهلا وسهلا أستاذ إلي، كل عام وأنت بخير. إحنا اليوم نحتفل جميعا ونحتفل مع بعض، نحتفل ضمن المجتمع العربي في كندا. نريد أن نقول لأصدقائنا من كل الجنسيات أن العرب في كندا مبسوطين، العرب في كندا سعداء في هذا اليوم، برغم من وجود الكوفيد 19، برغم من وجود الضيق، برغم من وجود الأصوات إنه كل واحد منا يكون موجود في بيته، إلا إنه مهتمين إن نكون مع بعض وإنه نحتفل مع بعض وإنه نسمع الناس فرحة العرب بلسانهم بهذا اليوم الجميل. فنبدأ بترحيبك ونترك لك الكلمة الأولى. شكراً كثير. أول شيء دكتور جمال أن محمد، شكراً كثير على ضيافتكم، وهابي كندا ديك، العيد كندا والجميع بخير يا رب. اليوم بيكون العام 153 لكندا، ولكن كلنا بنعرف انه هذا الاحتفال السني كان له طابع غير شكل ما انه كنا متعودين بالسابق. طبعا كان يكون في احتفالات، تجمعات، وين ما رحت يعني كل القرى الكندية أو المناطق، حتى المناطق الصغيرة كان فيها يكون فيها احتفالات. وطبعا الاحتفال الرئيسي يكون on the parliament hill، يعني بالبرلمان الكندي. ولكن يعني بقدر ما بنتأسف إنه ما صار في احتفالات، ولكن لازم نحتفل بالفعل بقدرة كندا، إنه قديش نحن قراب لأمريكا، ولكن قدرة كندا إنه تحمي سكانها وأهلها من بالكورونا. يعني إذا بتلاقي نسبياً إنه نحن 38 مليون نسمة، قديش عدد الحالات اللي صارت عنا، قديش عدد يعني الموتى اللي خسرناهم بأماكن العجزة أو باللونج تيرم كير، بتلاحظ انه كندا عملت شغلة منيحة وقدرت بنفس الوقت تضبط الامور اكثر من اي بلد تاني، وخصوصي من عم نحكي عن البلدان يعني الراقية او الاوروبية او الامريكية. يعني اذا كانوا عم نحتفل اليوم لازم نتذكر الجهود حكومتنا on all level، يعني على ثلاث حكومات. نحن بكندا عنا الفيدرالية والمقاطعة اللي هي البروفنس والبلديات اللي هي المنسيباليتي. بقى عيد مبارك للكل، ولو كان له طعم غير شكل أو غير ما تعودنا، ولكن إنه بنفس الوقت شيء لازم يعني لازم نحتفل بهالشيء هذا بحد ذاته. الدكتور جمال، أنت أكثر من مرة كنت تعمل مقارنة
بين اللي عم بيصير عنا هون وعم بيصير بمناطق تانية، وعم بتشوف التجاوب الشعب الكندي كيف تقبل انه الفيزيكال ديستانس، انه تباعد الاشخاص، حتى اذا روح على اماكن عامه نلبس الكمامات، نكون حافظ على نظافه الايدي، نلبس كفوف، كل هيدي حسيت انا انه عم نقوم فيها بدون اي يعني بدون اي احراج. اكيد يعني انا اتوقع انه الحكومه عليها واجب كبير، ولكن الشعب عليه واجب اكبر. ومن هذه من هذا المنبر من كنار تي في احنا بنوجه تحيه اجلال واكرام لكل الفرونت لاين وركرز اللي اشتغلوا وبيشتغلوا الان واحنا قاعدين بيشتغلوا لحمايه الشعب، النيرسز، الدكتورز، البوليسمن، الارمي، حتى اللي في الشوبينج، الفارماسيست، اي واحد الان موجود في الفرونت لاين له تحيه. الموضوع صعب، ولكن هذا عملهم، وهم بكل فخر بنحكي انه احنا كندا براود اوف ذم، ثانك يو. وان شاء الله بنشوفهم يعني دائما صحيحين وما عندهم اي مشاكل. استاذ إيلي، بدي اسالك سؤال سريع او مهم. كل سنة إحنا بنحتفل على البارلمنت هيل في نصف أو في وسط في قلب العاصمة الكندية بكندا داي، مئات الألاف بيكونوا موجودين في المناطق اللي حوالين الداونتاون. هذا طبعا بتنسيق بين بلدية أوتوا والحكومة الفيدرالية بشكل عام. السنة كل هذا التغت، شو اللي صار، شو التغييرات والأسباب؟ طبعا المعلومات اللي اجتنا من حكومة كندا من تقريبا من شهرين انه رح يلغوا الاحتفال الرئيسي على بالبرلمان يعني. وطبعا هاي يعني كانت طبعا يعني شيء ما اعتدنا عليه، يعني تعودنا انه نلغي بعض الاحتفالات الصغيرة، ولكن ما فكرنا انه رح يلغوا الاحتفال الرئيسي، ولكن تجنبا لحتى انه ما يصير في انتشار للكورونا أكثر أخذوا القرار. طبعاً أن إحنا ما بإيدنا إلا أنه نتقبل هالقرار، وطبعاً أنه بس أنه كونه القرار هو خسارة كبيرة يا دكتورنا على الإيكونومي تبع مدينة أوتاوا. أنت بتعرف كندا داي كان يجي علي أحياناً فوق المليون نسمة يفوتوا على أوتاوا أو على الضواحي أو يقربوا من أوتاوا. كانت الأوتيلات كلها مليان، الاير بي ام بي يعني كل المطاعم كل المحلات كانت تكون بوكت او فول لكندا داي. شيء مؤسف المره هيدي كانت انه طبعا تغيير، ولكن كان في قبول له من شان انه تأمن للناس انه حتى ما يصير في انتشار زايد بهالشيء. يعني شاتو لوريه لما حكينا مع الإدارة وقالوا لنا إنه رح يفتحوا على عيد كندا، يعني طبعاً كان شيء مفرح لأنه نشوف الأوتيل اللي هو من 108 سنوات ما سكروا، يعني مرقوا بحربين، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وكوريان وور، ما سكروا الأوتيل ولكن سكروا بالكورونا. وهذا الشيء بدل قديش الكورونا هي يعني قديش هي مخوف الناس، وقديش انه كمان انه يعني التحفظ الصحي كان من الضروري. ولكن الحمد لله يعني بفتكر المرحله الاولى يعني اول ما قلت باول الحديث انه كندا عملت كثير منيح بالمرحلة الحالية، ولكن في خوف هلا عم بيحكوا إنه المرحلة القادمة كيف راح تكون، ولكن هذا التحسبات طبعاً كان كل الحكومات يعني ثلاث حكومات عم بيحضروا وضعهم. يعني أنا البلدية عنا حب أقول لك إنه راح يكون عنا عجز مالي 192 مليون دولار السنة، عجز فقط، هذا عجز يعني شورت فال بالنسبة لميزانيتنا لسنة 2020. إذا استمرت لل 2021 كمان هذا عم بيزيد
وانت بتعرف في خدمات ما فينا نتخلى عنها، مستعد يعني مضطرين نضلنا نقوم فيها ولو كانت على عجز مالي. سيد إلي، أول شيء أنا بدي أشكرك إنه فرحتنا، واعتبرت إنه الفرحة والعيد بتقدم كندا وتحقيقها لإنجازات على مستوى محاربة ومواجهة هذا المرض COVID-19 ووعي الناس. حقيقة هذه البداية اللي حضرتك بدأت فيها بداية تشكر عليها وبداية رائعة. اليوم كندا عادت فتح بعض المؤسسات بشكل تدريجي، دور العبادة أعيد فتحها، المطاعم أعيد فتحها بشكل معين طبعا، بحيث أنه الناس ممكن يجتمعوا لكن في الساحة الخارجية للمطعم. أونتاريو كان هذا قرارها، قرار في بروفنسز تانية أنه ممكن يكون في اجتماع لكن بتباعد داخل المطاعم. هذا الشيء بنت بعد ذلك كندا قرارها أنه ما يكون في احتفال عند البرلمان بكندا دي. طيب بالنسبة لباقي الناس في المجتمع اللي عايز يحتفل، هل كان في تعليمات، كان في توجيهات، كان في قرار بيتعلق بالناس بالمواطنين بالنسبة للاحتفالات؟ لو أنا الآن بدي أطلع أنا ومجموعة من الأشخاص ونروح نحتفل سواء عند البرلمان أو نحتفل بأي مكان آخر، هل في تعليمات معينة بهذا الخصوص؟ طبعا كان كل هذه كان في تعليمات أستاذ محمد. مثلا سمحوا أن يكونوا 10 أشخاص يقدروا يلتقوا سوا، ولكن كمان بتحفظ أنه ما يصير في انخراط كتير، يعني كله تحفظا، يعني خطوات يعني لازم نخدها لحماية المواطنين. هلأ سمحوا يكونوا في 10 أشخاص يقدروا يلتقوا سوا، يعني الله خير أن يكونوا يعرفوا بعض، يعني حتى ما يصير في لا سمح الله نقل الكورونا من واحد لواحد. هلأ إذا أنا مثلا عائلتي، لو عندي عائلة هون قريبيني أخوتي خياتي اللي ما عم بقدر شوفهم، صار فيني أقدر شوفهم، يكون العدد 10 أشخاص هذا مقبول فيه. طبعا في الناس كانت تروح على الأماكن العامة، مثلا الباركس فيهم يقعدوا كمان بتجمع كل الناس مع بعضها، ويصير فيها التباعد حتى ما يصير في انخراط كتير. هلأ يعني المطاعم كمان يعني بدك تنتبه أنه يعني عم نعمل كل جهدنا ما يصير فينا مثل ما صار بكينغستون. أكيد سمعتوا بمدينة كينغستون، مكان اللي هو سبا، يعني منه طلع 37 حالة، وانت بتعرف هذه 37 حالة طلعوا منه، انه كمان انه هني بدهم ينخرطوا مع ناس تانين وزاد العدد. مع العلم كينغستون ما كان فيها حالات بأول الكورونا، يعني مثلا بشهر 3 وشهر 4 ما شافوا الحالات اللي صارت بتورونتو أو بأوتاوا، ولكن هذا بدل على انه بعد الكورونا موجوده باجواءنا، ومن الضروري انه نحافظ على هالامور هذه، نحافظ على الوضع الصحي. يعني انه اذا بدك تطلع تحط كمامه، اذا تغسل ايديك ما تضر وجهك، يعني كل هذه الملاحظات. انه طبعا الدكتوره عندنا بمدينتنا استعملت بدل ما تقول انه تكون وايز، كون متفهم انك عم تطلع وفي تغييرات، انه تفهم الامور، انه تيك ذا ستيبس، يعني اللي لازم انه الخطوات اللي لازم تاخذها. يعني استاذ إلي، انا بدي اسالك سؤال مهم جدا. الان احنا مقبلين على مرحله جديده، حكومه أونتاريو اعلنت انه راح ندخل دخلنا في الستيب 2 وراح ندخل على ستيب 3. بالنسبة لأوتوا، أوتوا very special لأنه إحنا هون عنا الفيدرال government plus عنا الـ national capital regions، عنا الـ NRC يعني في أكيد البلدية تبعت أوتوا راح تقوم بإجراءات يمكن أكثر من بلديات أخرى، لأنه إحنا very complicated area. فحكينا عن ترتيبات البلدية،
للمراحل القادمة، وإذا في عندك أي شيء بتحب توجهه للجمهور بحيث أنه يكونوا جاهزين له ومستعدين. طبعا هذا كثير مهم، لأنه البلديات هون نحن بنستعمل عبارة أنه هني أولاد البروفنس، يعني أنه يعني إحنا بناخذ توجيهاتنا تعليماتنا من حكومة أونتاريو طبعا، ولكن حكومة أونتاريو بنفس الوقت عم بيعطوا شوية صلاحيات للبلديات المدن الكبير أنه هني يعني طبعا بيعطونا الأمور العامة ونحن عم نشتغل على التفاصيل. أول شيء عملوا ثلاث خطوات مثل ما حضرتك ذكرت، أول خطوة اللي نحن هلأ كمان بخطوة الثانية، والحمد لله أنه بالخطوة الثانية ما زاد العدد. دكتور بدك تنتبه أنه حتى لو صار في حالات كورونا بس ما في دخول مستشفى أو ريسبيتوري، يعني أنه مش أنه على التنفس الاصطناعي، ما عندنا إلا حالة واحدة اليوم بالمستشفى، وهذا دليل على أنه الفيس 2 أو الفترة الثانية من فتح البيزنس أو الأوبنينج يعني الحمد لله ما طلع منه نتيجة سيئة. فالحمد لله هذه خطوة منيحة عم تشجعنا لحتى نقوم بالخطوة الثالثة، اللي هي خطوة الثالثة اللي مثل ما ذكرنا أنه بده يفتح المدارس. هلأ المدارس بعدهم عم بيصير في تفكير كيف بده يصير المدارس، هل بيعملوها أربعة أيام مثلاً، تنين ثلاثة وبيأخذوا الأربعة آف، بعدين بيجوا خميس جمعة، إنه يعني في حدة اقتراحات عم بيشتغلوا عليها، عم نشتغل عليها نحن والحكومة أونتاريو لنشوف كي كمان رح يزيدوا عدد التجمعات في المراكز الدينية، يعني مثلاً يمكن يزيدوا العدد. طبعاً برضو لازم يكون في تحفظ، لازم يكون في لبس كمامات، تنظيف الأيدي، يعني قصة اللي كنا نستعملها بالسابق السلام والعبط والتبويس، يعني هيدي بالحقيقة يمكن منا نستغني عنها لفترة معينة بعد لحد إسا منهم متقبلين فيها. ولكن الفيس 3 يعني المرحلة الثالثة رح تيجي يمكن شوي أبكر، لأنه فيس 2 كانت ناجحة، هذا يعني هذا دليل أنه نجحت. وحضرتك قلت أنه كيف نحن كشعب أو كمواطنين كيف يمكن نساعد حكوماتنا، نساعدهم لما نحن نلتزم بالقرار. يعني إذا عم بتلاحظ أطوى يعني 70 أو 73% من سكان أطوى هن موظفين في الحكومة، يعني أو الفيدرالية أو البلدية أو البروفينشال أو الRCMP، معناته أنه عندك ناس قادرة معاشة بعده مستمر، يعني ما عنده وضع اقتصادي معين، عم بيقدروا حتى لو اشتغلوا من بيوتهم ولكن قادرين يستمروا بهالعمل. يعني ممتاز أستاذ إلي، الأخبار والقرارات اللي بنشوفها واللي بنسمعك بتتكلم عنها، والآن صار في قرار بالنسبة للاحتفالات، صار في قرار بالنسبة للمطاعم، قرار بالنسبة الفتح، هذا أكيد في مراكز نحكي أو جهات مركزية، دوائر مركزية بتتشاور، بتتناقش، بتعمل مراقبة، وبناء عليه بتطلع بهذه القرارات. ممكن بس تشرح لنا شو هي الدوائر اللي بتعمل مراقبة للوضع، كيف بتتم عملية المراقبة، من وين بتاخذ الفيدباك وبناء عليه بتحلل هذا الكلام، وهل في تشاور بصير بينها، كيف الآلية، كيف الميكانيزم اللي بصير في عملية اتخاذ القرار حتى نطلع بالأخير نحكي ما بدنا نعمل اليوم كندا دي ونخسر هالمبالغ هذه اللي حكيت لنا إياها ونتحمل هذه الخسارة معلش مقابل نحافظ على هاي الأرواح، لأنه في احتمال والاحتمال هذا نسبته كذا، كيف بنطلع إحنا بهذه النتائج إنه الاحتمال هذه نسبته ولازم بناء عليه إحنا نأخذ هذا القرار، ومين هي الجهات والدوائر اللي بتكون تعمل المراقبة والدوائر اللي بتأخذ بتحلل والدوائر اللي بتتشاور والدوائر اللي بتأخذ القرار بشكل يتعلق الموضوع؟ والله أستاذ محمد هذا سؤال كتير، يعني أنا
هذا كتير مهم نعرف كيف البنية التحتية له. هلأ أونتاريو اللي أنا أكثر شيء بعرف عن حكومتنا أونتاريو، في عنا 34 يونت اسمها Public Health اللي هي الصحة العامة، مثل أتوا عندهم كينغستون كورنوال، إنه وفي مناطق مندمجين مع بعض. عنا 34 Public Health Unit. طبعاً أونتاريو كمان عندهم حكومة أونتاريو عندهم Public Health Unit اللي هي يعني الصحة العامة، والمدير العام كلهم يتشاوروا مع هال 34 Public Health Unit، يعني هال 34 الصحة العامة الموجودة، وبيأخذوا كل التعليمات من المستشفيات، من الانفكشن، انه قديش عم بيصير. يعني صحيح بيحكوا احيانا قديش عنا اصابات بالكورونا، ولكن الرقم المهم او الرقم الاساسي اللي هو قديش عندك ناس فاتت على المستشفى وبحاجه للعلاج. يعني وطبعا في ناس انه صار معها كورونا ولكن قعدت ببيوتها بعد اسبوع اسبوعين، الحمد لله صاروا احسن رجعوا على اعمالهم. هلا كندا نسبيا اكثر من اي بلد صار فيها عندك، يعني هو الريكفري، الريكفري انه الناس صار معها الاصابه ولكن الحمد لله انه تعافوا منها. 82 من الضحايا الكورونا عندنا بكندا هني من كبار السن اللي موجودين باماكن خاصه اللي هي لونج تيرم كير. هذا مؤسف جدا انه ما اعتبروا اللونج تيرم كير انه هو مكان صحي عام، اعتبروا انه مكان للكبار، ما اعتبروهوش مكان صحي، يعني ما عطوهم الاليات والكمامات وكل يعني ما اعتبروها مثل مستشفى او مركز صحي، اعتبروها مركز يعني للكبار في العمر. يعني هيدي غلطه طبعا، بس انه مين بيعطي المعلومات؟ كل يعني الببليك هيلث، اونتاريو ببليك هيلث، بعدين في اوتاوا ببليك هيلث، هني عم بتشاوروا مع بعضهم، هني عم بيعطوا نصائح او عم بيعطوا التعليمات للبلديات يعني. ونحن طبعا بلديتنا بتاخذ الارشادات اذا جاز التعبير، او انه القرارات بتاخذها من الببليك هيلث. يعني الببليك هيلث عندنا في عندهم بورد لإلون، وانا على البورد تبع الببليك هيلث. يعني بتجينا الاسئله من البلديه وبنقول لهم للبلديه انه لازم تعملوا هيك. مثلا في ناس كثير بيسالوك ليش فتحتوا البارك ولكن ما فتحتوا مكان الألعاب لأنه إلى يعني الأولاد أو الأطفال بيدقرون بإيديهم، بتنفسوا عليهم، يعني مثلا الجسم بس يعرق، يعني بحاجة إنك تنظيف مستمر حتى ما ينقل الكورونا من ولد لولد والولد يجيبه لأهله، لأنه الأولاد يمكن عندهم مناعة صحية ولكن الأهل أو الجد والست ما يكون عندهم هالمناعة الصحية. لسبب هذا الألعاب مثلاً Public Health قال ما لازم نفتحهم إلا بفيس 3، يعني مثلاً بالخطوة الثالثة لحتى نتأكد أنه صار بإمكاننا نأمن التنظيفات وال يعني sterilizing كل هالأمور هذه، أنه تقممها أو تعممها، بعرف شو الكلمة الجمال، تعقمها. سامي لي بنشكرك شكر جزيل باسم قناة كنار على تشريفنا وإعطائنا هذا الشرف في كندا داي. بعطيك آخر دقيقة إذا بدك تحكي أي رسالة للجمهور للمستمعين تفضل. أول شيء بحب أتشكرك لك أستاذ جمال وأستاذ محمد أنه على استضافتكم. ثاني شيء بالفعل يعني يعني عندي بحس بفخر أنه جاليتنا أو شعبنا العربي أنه عنده هالالتزام بهالبلد المضياف، ونحن منا يعني ما نعتبر كندا، بالعكس نعتبر كندا وطننا كمان لأنه استضافتنا وقلنا زمان فيها. حسيت بالحقيقة بشوية خجل وشوية يعني فرحت إنه حضرتكم عم تعملوا هالشي هذا خاص بيوم عيد كندا، يعني إنه نفرجي شعبنا ونفرجي حكومة كندا إنه نحن كمان شعب مخلص لكندا، و we enjoy هال هال
الفريدم، هالأوانين اللي هي متساوية لكل الفئات بكندا يعني، فبتحسسنا إنه نحن جزء من هالتركيب الكندي هيدي. وطبعا كلنا منقول إنه ما في شعب أصلي بكندا إلا الأبوريجينال، فمعناتها كل اللي إجوا من برا. ولكن شيء منيح أستاذ جمال عم تعملوه وتوصلوا صوتكم، وحتى الحكومات الكندية بحب أقول لك إنه عم تسمعوا هالأشياء وعم بترجموها، إن كمان لمصلحتهم يعرفوا شو عم بيصير بكل الجوالب بس بجالية. فمعناتها اللي عم تعملوه أنا شيء كتير بقدره، وبتشكركم إنكم استضفتونا، وإن شاء الله دائما إذا في عنا شيء حابين نوصله لجاليتنا إنه تتكرموا علينا وكمان نوصله عبركم يعني، نكون متشكرين جدا. شرفونا. إحنا بنشكرك أستاذ إلي، وشرف إن تكون موجود معنا، وبنتعاون دائما مع بعض، دائما نستمد قوتنا منكم، وإرشاداتكم دائما بتعيننا إن نتقدم ونمشي بالاتجاه الصح. أنتم خبرتكم أكبر بكثير من خبرتنا، معرفتكم في البلد أكبر بكثير من معرفتنا، كل كلمة بتعطونا إياها بتساعدنا إن نمشي أكثر وخطوات أحسن للأمام. فبنشكرك على وجودك معنا، وأهلا وسهلا فيك دائما. شكرا لكم وشكرا جزيلا، وهابي كندا داي لكم وللمستمعين. هابي كندا داي. حاب أذكر الجميع إن شاء الله خلال دقائق راح نكون في بث مباشر من السي أن تاور بالألعاب النارية. مش هنقدر نطلع كلنا برا، بس في إن شاء الله حنكون ببث مباشر على الألعاب النارية، فكونوا على كنار تي في ونشوفكم بعد. برضو الألعاب النارية حنكون في بث مباشر بموضوع جدا جميل عن كندا، ورح نسهر معكم سهرة نعطيكم معلومات. ضلكم معنا، مع السلامة. مع السلامة.